الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. صدق الله العظيم. لا تظل السجن قهرا، رب السجن قاد نصرا وفاء وتقديرا واحتراما لمن أفنوا سنوات عمرهم داخل سجون الاحتلال. ولنجدد العهد لعمالقة الصبر أسرانا البواسل والرحمة للشهداء والأبطال في جنين جراد ونابلس جبل النار. أهلا بالقائد ابننا الغالي الحبيب المناضل حسني صمادعة. أهلا بفرسان المجد. أهلا بحركة فتح. أما الآن مع كلمة الحق، كلمة الأسير المحرر حسني صمدعة. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا بكم مناضلينا الشرفاء أسود مخيم الجلزون المناضل، مخيم الجلزون الذي قدم التضحيات، قدم الشهداء والأسرى. واليوم نستقبل أخونا البطل، أخونا المناضل الوطني، أخو الشهيد الأسير البطل المناضل حسني صمادعة. أهلا وسهلا به. أهلا بكم جميعا. باسمه وباسم أهله نتقدم لكم بالشكر والامتنان على هذا الاستقبال الرائع، الاستقبال الذي دائما يقدم التضحيات، الاستقبال الذي نشعر به اتجاه أسرانا ومناضلينا وشهدائنا. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا بإخوتنا الكرام، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم كتائب شهداء الأقصى وباسم منطقة الشهيد رياض نايف تهنئ عريض الأسود باسم الأسير المحرر حسني صمدعة فقد الأخ الشهيد أحمد عرفات صمدعة بهذا المخيم. قدم التضحيات والأسرى والجرحى هنا عريق الأسود من هنا من مخيم الجلزون منطقة الشهيد رياض نايف. نبارك الاستشهاد إلى أخوتنا في جبل النار وإلى كتيبة جنين. تحية السلام من منطقة الشهيد رياض نايف. أهلا بكم وأهلا بأسيرنا البطل حسني صمدعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نترحم على أرواح الشهداء نابلس جبل النور. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي أحبتي في مخيمنا العظيم مخيم الجلزون، أصدقائي إخوتي رفاق القيد والمعاناة، عدت إليكم من جديد، عدت إلى هنا إلى البدايات الأولى حيث نشأت وتراعرعت في حوار المخيم وزكاكه، عدت حيث تسكن روح أخي أحمد الذي ترجل بكل أمس وشموخ. عدت بعد 10 سنوات من البعد القسري والوجع والحرمان، عدت إلى أسرتي، إلى حضن أمي وأبي، عدت وأنا كل فخر إنني انتمي لهذه الأسرة الكبيرة التي تقيم فيها المخيم إلى أن تأتي تلك اللحظة التي نعود فيها
إلى بيوتنا وأرضنا وقرانا ومدننا التي سلبت وسرقت منا. عدوا إلى هذه القلعة الشامخة، منطقة الشهيد البطل القائد رياض عليان. اليوم تعود الروح من جديد بعد سنوات قضيتها في الأسر والمعتقلات، قضيناها معا، والعشرات والمئات والألوف من أبناء شعبي كثيرون تحرروا، ولكن لا يزال هناك أسرى ينتظرون مثل هذه اللحظة التي يمتزج فرح الحرية مع الحزن والوجع على من عشت معهم طويلا وتركتهم خلفي ينتظرون نصرا من الله وفجر قريب. لقد شاء القدر أن يكون موعد حريتي في ذكرى الأبطال. وأي ذكرى يا سيد الشهداء، يا من علمتنا كيف نكون فتحويين فلسطينيين. لا ننتمي إلا لهذه الأرض ولهذا الشعب الذي كتبت روحك ثمنا في سبيل حريته والخلاص من الاحتلال. فبعد أيام تكون ذكرى اليوم الأصعب في حياتنا يا سيدي يا أبو عمار، بعد أيام سيكون اليوم الذي يتمناه جميعا شعبا وقيادة. بعد أيام ستعود ذكراك العظيمة، ولا زلنا نعمل لخلاص من الاحتلال. والآن فتح مدرستنا الوطنية النقية من زراعة من زرعت فينا بأن فلسطين لنا جميعا. لا تفوتنا ذكرى المجاهد البطل الدكتور فتح الشيقاقي، مؤسس وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي، الذي رحل بعملية اغتيال جبانة نفذها الموساد الإسرائيلي في جزيرة مالطا. نعم رحل الدكتور، ولكنه ترك جيشا ومقاتلا هناك في جنين والقسام ونابلس جبل النار. وأنا أقف أمامكم في اللحظات الأولى لحريتي، تاركا ساحة من النضال عشتها على مدار سنوات اعتقالي. أعدكم بأن أبدأ مرحلة جديدة أكمل من خلال واجبي تجاه وطني وشعبي وقيادته العظيمة. ومن هنا أقول للأخ الرئيس أبو مازن والأخوة في اللجنة المركزية وكل أطر الحركة، إننا أبناءكم في فتح، نقود السجون بكل أمانة، نؤمن بالشراكة وبالوحدة، ونعمل التحديات التي أمامكم. وأقول لكم نيابة عن جميع إخوة الفتحويين في كافة السجون والمعتقلات، سيروا لما فيها الخير لفلسطين وشعبه ونحن وقودا في كل المعارك القادمة. ختاما أشكركم جميعا على هذا الحب والوفاء، داعيا الله أن تتحقق الحرية لكامل إخوتي ورفاقي الذين تركتهم خلفي، وفي مقدمتهم أبناء مخيم البطولة والتضحية والفداء، مخيم الجلازون، منطقة الأحرار والثوار. ولكل الإخوة والأصدقاء والإخوتي في حركة فتح العظيمة، ومن هنا من هذا المخيم من قلعة الشهيد البطل الرياض نايف عليان، نبرق إلى عرين الأسود في نابلس وكتيبة بلاطة وكتيبة جنين، بأننا على العهد باقون، وإنها نثورة حتى المصير حتى المصير حتى المصير. وشكرا لكم. Thank you.
الشعبية. حياكم الله.